قدم صباح اليوم رئيس رابطة إنجمينا لكرة القدم بكر عبد الكريم أدري حديثا صحفيا حول نتائج مباريات الذهاب للدور الأول للبطولة الوطنية. التورنوا هجينا هلسينا عن الكاليفكاتيف عن الزون نمرة واحد للفرق عن إنجمينا بكاليفية في شامبيونا ناسيونال، وده يعني بدينا من يوم 7 مايو 2017، والفرق الشاركت ده هي 6 فرق، وهي غازل اف سي، وهي فريق النهضة، وإليك سبور، وفولا ايديفيس، اسكوتون تشاد، وفريق توربيون. شاركوا 6 فرق، وهسا يعني الدور الأول الفاس آلي ده خلاص انتهى أمس. يعني بصفتي يعني الكورديناتير هنا هذا التورنوا، يعني نقول الفاس الآلي ده كمل بنظام وكمل بسلامة. هسا إلا باقي لنا نبرو الفاس بنادو فاس ريتور، ولا الفاس ريتور بكون صعب شيئا عشان هو بس الفاس عن الكاليفيكاتيف ده الفريق يتقالي فيه فوق. في الفاس آلي ده الفريق الأول ده هو فريق الغزالة نادو غازل، وعنده 13 نقطة. الفريق الثاني فولا إديفيس، والنقطة حقه عنده 8 نقط. الفريق الثالث هو إليك سبور، وعنده 7 نقاط. الفريق الرابع هو توربيون اف سي، عنده 6 نقاط. الفريق الخامس هو اسكوتون تشاد، عنده 6 نقاط. الفريق السادس هو فريق النهضة، له 3 نقاط. يعني ده بيقولوا كلاسيمان عن الفاس عليه. إذن بهذه الحصيلة حول نتائج رابطة كرة القدم نصل وإياكم لنهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمتها لكم من الفضاء الشادية من جميلة. أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. تلقاكم دمتم في أمان الله.